كمان ما معناش ريموت، بس اذا طفل صح. طيب without further ado زي ما بيحكوا الأجانب، let's start. طيب بدنا نكمل إن شاء الله محاضرة anxiolytic and hypnotics. أخذنا المرة الماضية عن البنزوديازيبينز، أوكي، والبنزوديازيبينز عرفنا خصائصها. راح نكتشف اليوم ونتعلم إنه في كمان من البنزوديازيبين أنتاغونيست، تمام، وهو دراج واحد الفلومازينيل، أوكي. سو احنا اللي اخذناهم حتى الان كانوا ايش؟ اجونست، اوكي، كانوا بنزوديازيبين اجونست. في الانتاجونست الوحيد للبنزوديازيبين ريسبتور هو الفلومازينيل، اوكي. سو ات از ا جابا ريسبتور انتاجونست اند ات كان رابيدلي ريفيرس ذا افكت اوف بنزوديازيبين. فلما يكون دواء يشتغل زي هيك بنستخدمه از ان انتيدوت فور بنزوديازيبين توكسيسيتي، اوكي. سو ذا انتيدوت فور بنزوديازيبين توكسيسيتي از فلومازينيل، which is a benzodiazepine antagonist. تمام؟ It is given IV only. إله very rapid onset of action، بس كمان إله very short duration of action، which is about 1 hour. Okay, which means that if I have a long acting benzodiazepine هو اللي عمل التوكسيسيتي، I will need to give ايش frequent repeated doses of flumazenil. تمام؟ الان بدنا نعرف انه اذا المريض اللي كان ياخذ البنزوديازيبين كان عنده ديبندنس واعطيناه الانتاغونيست ممكن يصير عنده withdrawal syndrome. اما اذا كان عنده مثلا او بيتعالج من السيجر، يعني كان ياخذ البنزوديازيبين to treat seizure، فهون ايش ممكن يصير؟ عنده سيجر. تمام؟ كأدفيرس افكتس هي محدودة، ممكن يعمل dizziness, nausea, vomiting and agitation. اوكي؟ طيب الآن راح ناخذ other anxiolytic drugs that are not benzodiazepines. اوكي؟ وأهمها الأنتي ديبريسنت، وإحنا راح نشوف أصلاً وpay attention here إنه المريض اللي عنده chronic anxiety disorders الأفضل والفيرست تشويس الأصل إنه يتعالج بالأنتي ديبريسنتس وليس بالبنزوديازيبين، اوكي؟ رح نشوف انه most of the time البنزوديازيبين هي شغله مؤقته، اوكي؟ الى ان ايش؟ يعمل عند المريض الانتي ديبريسنتس، تمام؟ والسبب في ذلك انه ليش بنفضل الانتي ديبريسنتس على البنزوديازيبينز؟ انه الانتي ديبريسنتس ما الها physical dependence بنفس الدرجه، اوكي؟ زي البنزوديازيبين. لما احكي انتي ديبريسنتس اللي هي مضادات الاكتئاب، اللي رح تكون next topic إن شاء الله، أوكي؟ عادة كيف بيكون الـ treatment of persistent أو chronic anxiety؟ أفضل حل أو أفضل treatment إنه نعطي للمريض concomitant، يعني نبدأ بـ two medications، واحد بيكون بنزوديازيبين زي هون مثلا معطيه لورازيبام كمثال، وبنفس الوقت بنبلش كمان antidepressant، والantidepressant ممكن يكون يا إما سيروتونين أو selective serotonin receptor أو reuptake inhibitor، sorry، أو السيروتونين نورابينفرين reuptake inhibitor. تمام؟ المثال عليها هون بالمثال هون escitalopram، ماشي؟ فبيبدأوا مع بعض التو medications. البنزوديازيبين له much rapid onset of action، بينما الأنتي ديبريسنتس من الأشياء اللي راح ندرسها عنها إنها الإفكت لها delayed، أوكي؟ فعادة to treat anxiety بدها 4 to 6 weeks الانتي ديبريسنتس حتى يبين ايش مفعولها. فاحنا بنبلشهم مع بعضهم، وبعد 4 تو 6 ويكس لما صار الافكت اوف انتي ديبريسنت موجود بنبلش نعمل ايش؟ تيبرينج جراديوال، اوف كورس تيبرينج اوف بنزوديازيبين. هلا اي دواء بيعمل ديبندنس ما بيصير انا اعمل له ابربت ديسكونتينيويشن، وكله لازم يكون فيري جراديوال تيبرينج. بالحاله هاي البنزوديازيبين لازم نعملها جراديوال تيبرينج، تمام؟ فهاي اللي هي البست، خلينا نحكي regimen to start treating persistent anxiety. كمان رح نشوف انه most of anxiety disorder to be treated effectively بدها long term treatment. هاي حتى انها نحافظ على التريتمنت حتى ما يصير relapse to prevent relapse. طيب another drug that is also an effective anxiolytic اللي هو البيوسبيرون، وهو ليس من البنزوديازيبين، اوكي، ديفرنت، كومبليتلي ديفرنت كلاس.
والانديكيشن اللي هو التريتمنت اوف كرونيك جنرالايزد انزايتي ديز اوردر، لكن يتميز انه له سلو اونست اوف اكشن، وبالتالي ما بصير استخدمه للاكيوت كيسز اوكي او تو جيت ا رابيد افكت. والميكانيزم اوف اكشن له از ريليتد موستلي تو سيروتونين اوكي، فراح يعمل بلوكينج او سوري مش بلوكينج وانما اكتيفيشن اوكي اوف ذا سيروتونين 1A ريسبتور، هاي المين، واز ا سايد او ماينر افكتس له افينيتي فور دوبامين 2 ريسبتورز وكمان والسيروتونين 2A ريسبتورز. تمام، هلا البيوسبيرون له بيور انزيوليتيك افكت ينقصه المسل ريلاكسيشن والانتي كونفلسد افكت اللي كانت بالايش بالبنزوديازيبين، مش موجوده بالبيوسبيرون. البيوسبيرون كمان من مميزاته benefits انه له low incidence of adverse effects اللي هي minor، كمان ممكن تعمل headache, dizziness, lightheadedness, nervousness, nausea، اوكي يعني اشياء محدوده. كمان السيديشن الناتج وال CNS depression بيكون minimal، والdependence كمان is unlikely. تمام، كمان ما في drug interaction بينه وبين الالكوهول اوكي، يعني ما بصير increase بال CNS depression اذا اخذنا مع الالكوهول. تمام، سو راح نشوف انه هو له ماني بنفيت مقارنه مع البنزوديازيبين، لكن يبدو انه كافيكاسي اقل شوي اوكي فروم بنزوديازيبينز. طيب هيك خلصنا المين انزيوليتكس. الان نيجي على جروب اوف ميديكيشنز معروفه جدا ومشهوره، هي الباربيتوريتس ماشي، لكن راح نشوف انه في كثير من الاشياء اللي راح نذكرها الان انه هاي كانت previously يعني before او الاستخدام لها كان before البنزوديازيبينز اوكي، لانه هاي اقدم من البنزوديازيبين، لكن لما طلعت new medications اللي كانت safer تركنا شوي من الباربيتوريتس. يعني نادرا الان انه بنشوف the use of barbiturates اوكي بالnormal practice الا لي very limited cases او indications. تمام، فرح نحكيها، لكن احنا ليش بنحب نشرحه؟ لانه هي من الادوية اللي كثير مهمة من ناحية الفارماكولوجي اوكي. So as we say طبعاً barbiturates، ويقال انه طبعاً الاسم barbiturates جاي اصلا من اسم باربرا الفيميل نيم ماشي، يقال يعني انه كان المخترع اول بنزوديازيبين سوري مش بنزوديازيبين باربيتوريت، اول باربيتوريت كان انه نسبه الى صديقته باربرا ماشي، او يقال كمان انه نسبة الى الباترون اوف واحدة من المدن اللي هي سانت باربرا. تمام، وإذا بدكم تتذكروا باربيتوريتس تتذكروا إنه التسمية إجا من اسم فيميل نيم باربرا، أوكي؟ So before, even as we said, before the onset of أو إنه وجود البنزوديازيبين، الباربيتوريتس كانت commonly used, أوكي؟ Okay, as a sedative and as a hypnotic، ماشي؟ هلا المشكلتها طبعًا إنه الباربيتوريتس بتعمل tolerance واضحة وبتعمل physical dependence وكمان بتعمل سيفير فيري سيفير withdrawal symptoms اوكي، فبالتالي لما صار في عندنا بنزوديازيبينز بيوسبيرون other agents which are much safer قل كثير اللي هو استخدام الباربيتوريتس. تمام، اوف كورس ستيل هي تعتبر كنترول سبستانسز نتيجه لايش للادكشن والديبندنس اللي بيصير عليها. تمام، راح نشوف انه احنا اهم بعدين بنحكي شو اهم باربيتوريتس راح ندرسها كميكانيزم اوف اكشن اوكي. الباربيتوريتس بتشتغل على نفس الجابا اي ريسبتور اللي كان بيشتغل على او اللي بتشتغل عليها البنزوديازيبينز، ولكن تختلف انه لها بايندينج سايت مختلفه اوكي، فهي ترتبط ببايندينج سايت غير عن البنزوديازيبين وغير عن الجابا كمان اوكي. اذا الجابا اي ريسبتور فيها بايندينج سايتس لميني ثينجز، ايش للجابا ايش للبنزوديازيبين وايش للباربيتوريت اوكي. كمان من الأشياء المعروفة عن الباربيتوريتس وتتميز فيها عن البنزوديازيبينز إنها إلها direct effect على الـ opening of the chloride channel أوكي. إذا بتتذكروا إحنا حكينا البنزوديازيبين ما بتعمل direct opening وإنما بتعمل زي enhancement للـ effect of GABA. Here بالإضافة إنه بيعمل enhancement للـ effect of GABA كمان، لكن كمان إلها direct effect على الـ ion channel. تمام، و اوكي طبعا اوف كورس هذا راح يعمل انهانسمنت للجابا ترانسميشن، وبالتالي راح يعمل انهيبيشن للبرين اكتيفيتي.
كمان الباربيتوريت لها اذر ميكانيزم اوف اكشن غير الجابا. اوكي، اول شيء بنرجع بناكد انه بتعمل كلورايد انتري انتو ذا نيورون، ماشي، فبتشبه بهذا الشيء البنزوديازبين، لكن بالاضافه لذلك في دايركت افكت. الباربيتوريت كمان بتعمل بلوك للجلوتاميت ريسبتورز، اوكي، وبالتالي الجلوتاميت حكينا هو اكسيتاتوري، فلما بيعمل بلوك للاكسيتيشن فهو بيعمل انهيبيشن او ديبريشن للسي ان اس. واذا استخدمناه للانستيتيك كونسنتريشن اللي هي بتكون هاي دوزز، اوكي، ان ذيس كيس راح يعمل كمان بلوك للصوديوم شانلز، اوكي، للهاي فريكونسي صوديوم شانلز، اوكي. كلها عباره عن ميكانيزمز تؤدي الى الديكريز نيورونال اكتيفيتي. كاكشنز، اوكي، عندنا طبعا احنا 3 مين باربيتوريتس لازم نعرفهم، الثيوبنتال والبنتوباربيتال والفينوباربيتال. اوكي، هلا الثيوبنتال هو الترا شورت اكتنج، يعتبر الانسيت اوف اكشن له سكندز اي في طبعا من عطى، والديوريشن 2 تو 20 تو 30 مينتس. هلا البنتوباربيتال شورت اكتنج، الديوريشن 3 تو 8 اورز. وعندنا الفينوباربيتال هو لونج اكتنج باربيتوريت 1 تو 2 دايز الديوريشن اوف اكشن. تمام، هذول الثري مين دراجز راح نشوف شو الثيرابيوتيك يوزز الها. طيب كاكشن الباربيتوريت لما تعطى راح تعمل اوف كورس ديبريشن اوف ذا سنترال نيرفس سيستم. ولاحظوا انه كيف الديبريشن بيكون ريليتد للدوز، فعلى اللو دوزز راح يبلش السيديشن عاديه، اوكي، يعني ريليف اوف انزايتي اند سيديشن. على الهاير دوزز شو راح يصير؟ يبلش يصير هيبنوسيس، سو سليب انيوسينج فولود باي انستيزيا على الفيري هاي دوز. اف يو ريمبر اصلا واحده من اليوزز الها الانستيزيا. على الفيري هاي دوزز اللي تعتبر توكسيك دوز راح يصير سيفير سي ان اس ديبرشن، راح يؤدي الى الكوما والدث. تمام، ما الها انالجيسيك افكت، هاي مهمه جدا المعلومه، اوكي، ما الها انالجيسيك افكت، واذا استخدمت كرونيكلي راح تعمل توليرانس، حكينا هاد. كمان الها فيري امبورتنت اكشن اللي هو ريسبيراتوري ديبرشن، وهي من اسباب انه ليش التوكسيسيتي او الاوفر دوز اوف باربيتوريت تعمل دث، لانها راح تعمل ريسبيراتوري ديبرشن. اوكي، طبعا كيف هذا بصير؟ اول شيء راح يعمل سبريشن للهايبوكسيك ستيمولاي، اوكي، بالريسبيراتوري سنترز، وكمان الكيمو ريسبتور ريسبونسز تو سي او 2 بيكون كمان سبريست. تمام، فاي مريض بياخذ اوفر دوز اوف باربيتوريتس راح يصير عنده سيفير ريسبيراتوري ديبرشن تؤدي الى ايش؟ الدث. ثيرابيوتيك يوزز حكينا هي محدوده جدا nowadays، لكن راح تستخدم بالانستيزيا، ممكن ذكرناها، واللي بنستخدمه هو الالترا شورت اكتنج ثيوبنتال. تمام، بنعطوا اي في تو انديوس انستيزيا، ولكن صار الان حتى بالانستيزيا في بيتر ايجنتس ذات هاف ذا سيم افيكاسي وذ ليس ادفيرس افكتس. تمام، هلا از انتي كونفلسنت، اوكي، بنرجع بنحكي previously كان في إلها large use كأنتي كونفلسنت، وأكثر واحد كان يستخدم لهذا الغرض هو الفينوباربيتال، اوكي، for the long term management of tonic clonic seizures. بس nowadays احنا في عندنا much better anti convulsant medications، وبالتالي صار اليوز للفينوباربيتال قليل جدا for seizure، وخاصة انه استخدامه كان له severe adverse effects، منها انه اذا انعطت للاطفال راح تعمل ايش؟ cognitive يعني retardation، يعني او خلينا نحكي delay بالليرنينج بالكوجنيتيف ديفلوبمنت اوف تشيلدرن، وكمان بالادلتس بيعمل كوجنيتيف بيرفورمانس ديكريز، اوكي، او امبيرمنت. تمام، سو ات از نوت ا دراج اوف تشويس، وانما يعتبر جاست ا لاست ريزورت في حال انه الاذر ميديكيشنز ار نوت افكتيف، لكن له يوز بالريفراكتوري ستاتس ابيليبتيكس. في ريمبر حكينا احنا بنجرب دائما اول شيء البنزوديازيبين، لورازيبام، دايازيبام to treat status epilepticus، بالاضافه طبعا ل anti convulsant زي الفينيتوين او valproic acid، واذا ما في response لهدول ممكن نعطي ايش؟ الفينوباربيتال. تمام، another use هي وهو sedative hypnotic، اوكي، ولكن طبعا راح يعمل على low doses، حكينا sedation، ممكن كمان يعمل hypnosis، بقلل من التنشن من الانسومنيا، ولكن it is no longer accepted to be used for this indication. Okay.
بسبب التوليرانس و يس هي موصلة للتوليرانس والادفيرس افكتس. بالنسبه للفارماكوكاينيتكس بدنا نعرف انه طبعا هي بيصير لها جود ابسوربشن لارجلي اوكي افتر اول ادمنستريشن بيصير جود ديستريبيوشن ثرو اوت ذا بودي. إله كغيره من الليبوفيليك دراجز حكيناها هاي ميزه انه بيصير لها ريديستريبيوشن افتر ريتشنج برين اوكي. فهي يعني خلينا نحكي انه ديستريبيوشن لها يمر بمراحل. اول شيء بيصير له نورمال يعني خلينا نحكي الفيرست ديستريبيوشن اوكي على الديفرنت اورجنز اوف ذا بودي، وحكينا رح يوصل للبرين والبرين هو السايت اوف اكشن تبع لهي الادويه. افتر ذات بيكوز ذي ار فيري ليبوفيليك مباشر رح يبلش يصير لها ايش اليمين او مش اليمينيشن لا تفكروها اليمينيشن، رح يصير لها ريديستريبيوشن يعني بتقطع من البرين الى الاذر تيشوز اوكي. وهذا حكينا من الاسباب اللي رح يعمل الشورت ديوريشن اوف اكشن اوكي، لانه ما بتضل بالبرين فتره طويله تمام. سو نفس الشيء هي كمان بتعمل كروس للبلاسنتا بيصير لها اكسكريشن بالبريست ميلك. طبعا هذا طبعا يترتب على ذلك احنا ما بنحكيه، بس انه اذا الام كانت تاخذ بنزوديازيبين زي ما حكينا او باربيتوريت during pregnancy البيبي كانه بياخذ هذول الميديكيشنز، which means انه لما يولد رح يصير عنده withdrawal اوكي. فهاي يعني is extremely important يعني clinical point لهاي الادويه تمام. فبصير بده ايش بده بيبي نيو بورن بده يصير يتعالج كانه عنده withdrawal من هذول الميديكيشنز تمام. بصير له ميتابوليزم بالليفر into inactive metabolites، وهاي الميتابولايتس بصير لها excretion by urine. كادفيرس افكتس نفس المبدا هي عباره عن الاكستنشن اوف ثيرابيوتيك افكت للباربيتوريتس، فهي بتعمل سيفير دروزينس امبيرد كونسنتريشن سلاجشنس نوزيا ديزينس. الها سينرجيستيك افكت مع الايثانول بالنسبه لموضوع السي ان اس ديبرشن، اذا حتى مش بس اديتيف سينرجيستيك لسه اكثر تمام. اذا استخدمت فور هيبنوسيس على الهيبنوتيك دوز راح يعمل هانج اوفر اللي هي سميناه ريزيجوال سيديشن ثاني يوم، which means انه النورمال فانكشن للشخص ثاني يوم بيكون امبيرد. وكمان البربيتوريتس تتميز انه الها significant اندكشن افكت على السيتوكروم تمام. هلا في شغله ممكن انا ما حكيتها لاني انا بحاول اختصر شوي طب هاي كله مختصر. البربيتوريتس بالذات وحتى البنزوديازيبين قد يكون لها ماني دراج دراج انتر اكشن اوكي. الباربيتوريت يعني مثلا معروف الاندكشن لها للسيتوكروم، فهمتوا كيف؟ فباي يعني يعني بغض النظر عن الشيء اللي بنذكره او ما بنذكره، دائما انتم لازم يكون ببالكم انه اذا المريض بياخذ ماني ميديكيشنز تو تشيك فور دراج انتر اكشنز، هذا الشيء الافضل اوكي. بشكل عام بوث البنزوديازيبينز والباربيتوريت لها drug-drug interactions should be taken into account. مش كلها ذكرناها لضيق الوقت تمام. اوكي من كمان من الاشياء حكينا مميزه للباربيتوريتس انها بتعمل withdrawal syndrome، وهي بتكون very severe much more severe than opioids or benzodiazepine or other CNS depressants. تشمل tremors anxiety weakness restlessness nausea vomiting، ممكن تكون so severe انها تعمل seizures delirium and cardiac arrest اوكي. المريض اللي بيعمل اوفر دوز من الباربيتوريتس ماي داي ماشي. والسبب حكينا انه راح يصير اول شيء سيفير ريسبيراتوري ديبرشن، كمان راح يصير سنترال كارديوفاسكولار ديبرشن اوكي. وبوث اوف ذم راح يؤدوا الى شوك لايك كونديشن، كان المريض عنده شوك اوكي، وكمان عنده شالو انفريكوينت بريذنج. شالو انفريكوينت بريذنج يعني في ريسبيراتوري ديبرشن تمام اوكي. هاي بالنسبه للباربيتوريتس طيب. في كمان غير هدول الادويه في other hypnotic agents يعني agents used for sleeping تمام that are not barbiturates ولا benzodiazepines تمام. فشو هي اوكي؟ هي هدول mostly المكتوبين هون، ما راح اذكرهم كلهم بالضروره تمام. لكن هي اول شيء عندنا جروب مهم جدا هو النون بنزوديازيبين hypnotics، وكمان تسمى زد دراجز او زد ايجنت. زد يعني زي حرف الزد، ليش؟ لانه اسمها كلها فيها زد. وطبعا هاي مش كلها باي ذا واي، يعني هي اكثر من هيك، لكن هذول المذكورات موصلي بالكتب
زولبيدم، زاليبلون، اسزوبيكلون، راح نحكي عنهم بريفلي. بعدين عندنا دواء الراميلتيون، وكمان له ديفرنت ميكانيزم اوف اكشن، انتي هيستامينز اند انتي ديبريسنتس. راح نحكي الانتي، اي ثينك اي ويل نوت منشن الانتي هيستامينز، بس اوف كورس يو ريمبر انه الانتي هيستامينز احيانا كانوا الناس يستخدموها اوف ليبل، طبعا تو تفشني اوف ليبل without an approved indication. To sleep صح؟ ليش؟ لأنه مين بدي يجاوب؟ نعم، خاصة الـ first generation antihistamines من الـ side effects اللي هينها بتعمل sedation، فبتعمل الناس بتاخدها to sleep sometimes. أوكي؟ طيب، بالنسبة للـ non-benzodiazepine hypnotics أقصد فيها الـ Z agents أوكي؟ أو Z hypnotics. هدول إلهم indication mostly just as hypnotic. أوكي؟ يعني لا يستخدموا مثلاً as sedative. ماشي؟ معروفين بindication to for insomnia أو as hypnotics. ماشي؟ Interestingly هاي medications إلها نفس mechanism of action للبنزوديازيبين، بس structurally they are different. عشان هيك ما حطوها مع البنزوديازيبين. أوكي؟ وسموها non-benzodiazepine hypnotics. ماشي؟ طبعاً هي when used at the hypnotic doses, the conventional doses, أول إشي تعمل نوع من السليب بيكون قريب physiologically للنورمال سليب. They say do not alter the sleep stages, وهذا يعتبر benefit. تمام؟ هلا من وين بيجي هذا هاي الخاصية؟ أوكي، يقال إنه بسبب إنه هاي الدراجز are more selective for benzodiazepine 1 receptor. أوكي، بنزوديازيبين 1 receptor هي نفسها البايندينج سايت، احنا مش نحكي انه في بايندينج سايت بالجابا ريسبتور للبنزوديازيبين، هي هاي نفسها بسموها كمان بنزوديازيبين ريسبتور. اوكي، يعني ما في ريسبتور خاص مفصول اسمه بنزوديازيبين ريسبتور، هو انما البارت من الجابا ريسبتور اللي خاص بالبنزوديازيبين بسموه بنزوديازيبين ريسبتور. هاي بس عشان ما تتخربطوش. اوكي، حتى انه بعد الريفرنسز لما تحكي عن الجابا ريسبتور بسموه جابا ريسبتور كومبلكس، ماشي، باعتبار انه هو له اكثر من بايندينج سايت لاكثر من موليكيول. تمام، هذول النون بنزوديازيبين هيبنوتكس يعتبروا مور سيلكتيف اوكي للريسبتورز الخاصه فيها مقارنه مع البنزوديازيبين اوكي، وبالتالي هذا بيعطيني بيتر افكت ريجاردينج السليب. ماشي، ولهذا السبب اذا يعتبروا هم البريفيرد ايجنتس to treat insomnia or they are the preferred hypnotics okay لهذا الانديكيشن. تمام، اذا فعليا الاصل انه اذا انا بدي اعالج شخص يعاني من insomnia او sleep disorder الفيرست تشويس لازم يكون الزد ايجنتس هذول النون بنزوديازيبين hypnotics، بعدين بلجا للبنزوديازيبينز مثلا من الفرازولام لورازيبام الى اخره. تمام، which means انه مثلا البراكتس اللي بنشوفها كثير احيانا انه مريض مش عارف ينام وبيعطوه فاليوم تو سليب، او شخص بياخذ ديازيبام اللي هو تو سليب از نوت فيري افكتيف، او في احسن منها. تمام، الاحسن منه مين؟ هدول. اوكي، طيب شو بدنا بري بريفلي نعرف عن هدول الايجنتس. اول شيء الايجنتس هاي ما لها مثل ريلاكسيشن ريلاكسنت افكت ولا انتي كونفلسنت افكت، كويذدرول افكت كمان محدوده. كمان محدودة الـ withdrawal effects، ما في عليها tolerance ولا dependency كثير. rebound insomnia حكينا اللي بتصير next day كمان بتكون minimal، والtolerance عليها little حتى for prolonged use. تمام، فهي كمان من الأشياء اللي بتخليها preferred. تتميز إنها بيصير لها metabolism by hepatic cytochrome P450، وتعتبر كمان controlled substances. ماشي، طيب أكثر واحد يستخدم منهم هو الزولبيدم، والزولبيدم هو rapidly absorbed from the GI tract orally، بنعطى إله rapid onset of action وإله كمان short elimination half-life which is 2 to 3 hours. الـ hypnotic effect إله is around 5 hours which may be enough يعني for a patient بده ينام خلينا نحكي 5 إلى 6 ساعات، ممكن 6 ساعات يعتبر normal sleep أو average، so it is enough for that. طبعا إله adverse effects، من الـ adverse effects ممكن يعمل nightmares، agitation, headache, dizziness, GI upset، ممكن يعمل daytime drowsiness، مع انه احنا حكينا less than benzodiazepine،
انتروجريد امنيزيا كمان اللي كانت من خصائص البنزوديازيبين اللي هي امبيرمنت بالميموري فورميشن. الاذر تو ايجنت الزاليبلون والاسزوبيكلون، بس اختصرت يعني الاشياء المهمه. الزاليبلون هي فيري سيميلر تو زولبيدم تمام، لكن الافكت من ناحيه الريزيجوال سيديشن والافكت على الكوجنيتيف والسايكوموتور فانكشن از ليس ماشي من الزولبيدم. وسبب في ذلك انه الانيميشن الها الو فيري رابيد اوكي، والهاف لايف از جاست 1 اور تمام، فهي بتعطيني ليس time of sleep. اما بالنسبه للازوبيكلون اوكي هو rapidly absorbed، الهاف لايف is 6 hours لهذا الايجنت. والادفيرس افكت طبعا مشتركه مع غيرها، بس في اشياء مميزه، مثلا ممكن يعمل dry mouth، ممكن يعمل peripheral edema ماشي، و unpleasant taste اوكي للي بياخذ الازوبيكلون تمام. فاني هي اهم الاشياء اللي بدنا نعرفها عن الزد دراجز تمام، مهمة جدا بالتريتمنت اوف انسومنيا. هلا الدواء الثاني اللي حكينا عنه هو الراميلتيون، والراميلتيون له بيكولير ميكانيزم اوف اكشن ريليتد لايش؟ للميلاتونين ريسبتور اوكي. سو هو يعتبر سيلكتيف اجونيست فور ميلاتونين ريسبتورز 1 اند 2. طب بدون ما ندخل بالديتيلز، انتوا اكيد بتعرفوا الميلاتونين صح؟ هو ايش ايش الفانكشن اوف ميلاتونين؟ to induce or to regulate sleep بالضبط اوكي. فاحنا هون كأنه بنعطي للمريض agonist اوكي للميلاتونين ريسبتور اوكي، وهو effective drug وله كمان benefits بانه مثلا له minimal potential for abuse، ما بيعمل اوكي dependence ما بيعمل withdrawal effects ماشي، وبالتالي كان بي use long term، يعني حتى المريض اذا احتاج ياخده for long term is fine اوكي. والside effects كمان لها limited dizziness, fatigue and somnolence، بس له سايد افكت مميزه اللي هو بيعمل انكريز بالبرولاكتين ليفلز تمام، وما يترتب على ذلك كمان كسيداتيف اوكي سوري هيبنوتيك. هون عم نحكي اوكي حكينا الانتي هيستامينز ممكن يستخدموا حكيناها، والانتي ديبريسنت وجدوا انه في انتي ديبريسنت اوكي، وهي خاصه من الاولدر تراي سايكليك انتي ديبريسنت ماشي. الان هدول الجروبس اوف انتي ديبريسنت رح ندرسها بعدين بصيروا تعرفوها ماشي، لكن اللي هي الاوردر تراي سايكليك انتي ديبريسنت ماشي تتميز انه الها سيروتونين نوربينفرين ري ابتيك انهيبيشن افكت ماشي، او نفسها التراي سايكليك انتي ديبريسنت كمان في منها الها سترونج انتي هيستامين ريسبتور افكت اوكي. فهدول التراي سايكليك انتي ديبريسنت اللي لهم هدول الافكت ماشي، اللي هم سيروتونين نوربينفرين ري ابتيك انهيبيشن وانتي هيستامين افكت اوكي، هدول راح يعملوا دروزينس سيديشن ويستخدموا ايش تو تريت انسومنيا. في منها ليبلد، في منها لها ابروفال لهذا الانديكيشن، موست اوف ذيم لا ما لها انديكيشن لكن تستخدم اوف ليبل تمام اوكي. طيب اخر سلايدين هو عباره عن ملخص لاهم خصائص الاشياء اللي درسناها تمام، نقراها بريفلي ماشي كم ضل وقت تمام، هي اي ساعه بتخلص هاي 11:10 تمام. طيب يعني بريف تمام، هم حاطين الادفانتجز والديزادفانتجز اوكي. هلا بالنسبه للبنزوديازيبينز الكلونازيبام والكلورازيبيت، حتى انا ما ذكرت الكلورازيبيت ذكرت الكلونازيبام فقط، الها يوز اوكي فور سيجر تمام، هاي شغله. بالنسبه للفلورازيبام والكوازيبام اوكي they are less potent and more slowly eliminated. هلا شو ميزه الدراج اللي more slowly eliminated؟ حكينا انه اول شيء لما بنعمل withdrawal منه او interruption ما راح يعمل ايش ما راح يعمل withdrawal symptoms او اخف بتكون تمام. كمان لها no rebound insomnia، او ليش احنا كونها مذكورة هون كلمة ريباوند انسومنيا واحنا ما شرحناها، شو يعني انه المريض صار عنده ريباوند انسومنيا؟ يعني انه المريض تعالج فترة من الزمن للانسومنيا باستخدام البنزوديازيبين ان ذيس كيس، لما بيوقفها رح يرجع يصير في عنده انسومنيا واقوى كمان من الانسومنيا الاولى ماشي؟ اوكي؟ طبعا هذا الاشي بصير مع البنزوديازيبينز
اوكي، بس بدرجات مختلفة حسب ال اللي هي الفارماكوكاينيتيك بروبرتيز للميديكيشن. In this case الفلورازيبام والكوازيبام هم من الأدوية اللي بتعمل less rebound insomnia، وهذا طبعا مرتبط مع انه هم لهم slower elimination. اوكي، هاي الشغلة. طيب كمان من الأشياء اللي ذكرناها انه الألبرازولام is the agent of choice for panic disorders، ماشي، واللورازيبام والتيمازيبام لأنها ما بتتعرض للسيتوكروم اوكي ميتابوليزم، وبالتالي هي لها fewer drug interactions و it is safer بحالات الليفر impairment. ماشي، هاي لما نيجي نختار الايجنتس بتهمنا هاي المعلومات. اوكي، هلا الديزادفانتجز للبنزودياذيبينز اجمالا كلياتها رح تعمل انترفير مع الانتلكشوال فانكشننج اوكي والموتور فانكشن. تمام، طبعا هذا شو بيترتب عليها بالبراكتس؟ انه مريض بياخذ بنزودياذيبين المفروض انه ما يقوم بالايش؟ بالاعمال اللي بدها دقه او تركيز، يعني ما بصير مثلا واحد الاصل المفروض ما يسوق سياره وهو بياخذ بنزودياذيبينز، صح؟ لانه بيكون الريفلكسز التركيز ايش متاثر. تمام، كمان as we said they may cause dependence، ماشي، واذا كانوا يعالجوا يستخدموا as we say to treat seizure راح يعملوا seizure withdrawal seizures نسميها. تمام، والتريازولام بالذات لانه very short acting benzodiazepine will cause rebound insomnia okay if discontinued. اوكي، بضل الاذر ايجنتس اوكي خلص راح احكيهم لانه ما راح ابدا يعني نيو توبيك، نعمل ملخص للمحاضره. As we said مثلا خلينا نحكي الادفانتجز، البيوسبيرون حكينا يوسفور باللونج تيرم ثيرابي، ماشي، لانه ما له كثير توليرانس ولا ادفيرس افكت، ما بيعمل بوتنشيشن للايثانول سي ان اس ديبريسنت افكت، وله لو بوتنشال فور ادكشن. بالمقابل كمان البيوسبيرون له سلوور اون سيت اوف اكشن مقارن مع البنزوديازيبين، ما بيعمل مثلا ريلاكسيشن ولا انتي كومبلسنت. الاس زوبيكلون از افكتيف فور اب تو 6 مانثس، هاي مثلا ما كانت مكتوبه. الزاليبلون والزولبيدم اوكي ما لهم ويذرول افكتس او مينيمال، لهم مينيمال ريباوند انسومنيا، وكذلك ليتل اور نو توليرانس اوكي هابنز وذ برولونج يوز. تمام، الراميلتون حكينا نفس الشيء، له مينيمال ريسك فور ابيوز او توليرانس، وكذلك يمكن يستخدم فور لونج تيرم. بالمقابل الزد ايجنتس اوكي ما لها انتي كونفلسنت اور مثلا ريلاكسنت بروبرتيز، والراميلتون اوكي حكينا انه هو حكينا انه له ماني بينيفيتس اوكي الراميلتون، لكن كافيكاسي اوكي او ك significance in the treatment of insomnia is يعني ثانوي. تمام، is not a first line choice. تمام، هلا بالنسبه للبربيتوريتس بنعرف مشاكلها حكيناها اليوم، ماشي. الثيوبنتال بس مأشرين عليه ليش؟ لانه هو الترا رابيد اكتنج، وبالتالي له رابيد فيري رابيد انسيت اوف اكشن. تمام، طيب في اسئله على المحاضره؟ خلص، بتمنى انه كل شيء كان واضح. نيكست تايم ان شاء الله، واي هوب انكم تحضروا، مش تقولوا عيد وبدنا نعطل معاكم عطله طويله تعطلوا. ان شاء الله بتحضروا وبنحكي عن توبكس كمان فيري انترستنج. اوكي، انتي ديبريسنت بنحكي شوي عن الدبريشن، وال يعني اللي بنلحق